ليون ميسي. ليونيل ميسي. حسنا مساء الخير. في الحقيقة هذا شيء لا يصدق أن أفوز بهذه الجائزة وهي الرابعة على التوالي. شيء رائع، قمة في الروعة، ولكن أريد أن أقاسم هذه الجائزة مع زملائي أندريه إنييستا. هو فخر كبير أن أكون إلى جانبك اليوم وأن أتدرب إلى جانبك في كل يوم ومع زملائي في المنتخب الأرجنتيني وكل الذين صوتوا وأيضا كل القادة وكل المدربين الذين لعبت معهم. وأنا مرتبك بعض الشيء، ولكن أشكر أسرتي أيضا وأصدقائي، وأخيرا أيضا زوجتي وابني الصغير وهو أغلى شيء في حياتي. شكرا جزيلا لكم. تهانينا، كانت أمسية قمة في الروعة، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بحفل الفيفا لجائزة أفضل لاعب.